هاي. فوبيا الأرقام أريثموفوبيا هي الخوف من الأرقام بشكل وسواسي عميق بحس المصابين فيها بالخوف من كل الأرقام أو من أرقام محددة بس، وهالشي بيرجع عادة للخبرات السلبية السابقة. ممكن يكون الشخص يلي واجه صعوبات بدرس الرياضيات لما كان طفل طور هالمشكلة النفسية تجاه الأرقام بشكل عام، أو الشخص يلي عنده ذكريات صادمة مرتبطة بدراسة الرياضيات مثل العقاب. ممكن يرتبط الخوف من رقم معين بمعتقد ديني أو خرافة شائعة بعززها الإعلام والسينما، مثلاً رقم 4 يعد رقم شؤم باليابان وبالصين وبالفيتنام لأنه طريقة نطقه متجانسة مع كلمة موت بهاللغات. لهيك هالرقم ممكن ما يكون موجود بالمصاعد وأرقام غرف الفنادق، وزيت الشيء بالنسبة للرقم 13. مين قال إنه دراسة طبية بيّنت إنه الأمريكيين الآسيويين بكاليفورنيا كانوا أكثر عرضة بنسبة 27% للوفاة بنوبة قلبية باليوم الرابع للشهر؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.